فرانسواز روي شاعرة ومترجمة ومصورة، لديها شهادة في الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية، كما أنها درست التصوير الفوتوغرافي والجغرافيا الحضارية في جامعة ماريلاند كوليدج بارك بعد دراسة الجغرافيا العامة في جامعة فلوريدا. انخرطت بعد ذلك في كوليدج جيسوس ماري دي سيلري وهي من سانت فوي في كيبيك الكندية، لكنها تزوجت بعد ذلك وعاشت في المكسيك حتى الآن. في قصائد فرانسواز روي تروض الشاعرة المخيلة السريالية لتقرأ بها الحياة والواقع، مفردات تلتصق بحياة الأنثى والإنسان والشخص المهموم بقضايا عالمية تتجاوز حدودها الجغرافية، وقد أضاف التصوير لها حساسية شعرية تجدها في الصورة الشعرية، مثلما منحها تجوالها الإحساس بهموم العالم. من قصائدها الفريدة التي تعبر عن حب شجاع تقول بعنوان الموت: أنت تقول أنني بحاجة إلى شخص ميت، أهناك ما هو أكثر إيلاما في الحياة مثل الحاجة إلى جثة غطت طين فمه الذي كان يبتسم لي، جمد يديه التي كانت تتلمسني، هل رأيت مدى ثقل القبر؟ كيف تمنعه كتلة الرخام الأبيض من النهوض ليقول لي إنه ما زال يحبني؟ هل تعتقد أن بعض الخدع السحرية يمكن أن تحييه؟ كيف يمكنك أن تأمل في وضع جثته التي أعيد إحياؤها بالكامل في سرير أبحر بعيدا منذ فترة طويلة يحمله الانتفاخ الحتمي؟